اكلنا بقى في الفاصل دخلت على ايه عامله كده. وانا اساسا كمان النهارده قررت ان انا ما احطش روج فبتاع كده اللي هو بيلمع الشفايف ايه ده عادي. رانيا بديع منوراني يا روح قلبي. مساء الخير. مساء النور عليك. اهلا بيكي. رانيا بديع مدربه تنميه بشريه. كان عندنا الاسبوع اللي فات جزء اول انماط او صفات او اشكال الشخصيات، وحضرتك تفضلتي وقلت لنا ان هم 9. مظبوط صحيح. وقلنا عايزين نتكلم على كل شخصيه، وانت دينا كده ايه، انت قالوا لي انت محضره لنا كده كلام محترم هيطلع على الشاشه دلوقتي عشان نتعرف على نفسنا، نتعرف على الاخرين، ونعرف ازاي نتعامل مع نفسنا ونتعامل مع الاخرين. انا هسكت خالص ومش هتكلم بقى. اللعبه بتاعت كل مره. اوكي. اولا عايزه ابدا تاني اقول احنا الاسبوع اللي فات الجمعه اللي فاتت كنا بدانا انواع الشخصيه الانياجرام، واتكلمنا عن 9 انواع البشر مش هيخرجوا بره 9. انا 1 من 9، انت 1 من 9، كل الموجودين في الاستوديو 1 من 9، فضروري اعرف ده. الانياجرام مش علم للتسليه، الله ده انا شخصيتي كذا، كلنا بنحب الحاجات دي، بس هو اساسه عشان نعرف روحنا، عشان يبقى في كوميونيكيشن او في تواصل كويس الاول مع نفسي وبعد كده مع الاخر، هو ده الهدف الاساسي بتاعه. يعني التيشيرت بتاعتك تجنن، التوب بتاعك يجنن، وعامل لي استفزاز من وانا بره بيقول ايه، انا مش بخسر الناس انما الناس هي اللي بتخسرني، افهموا ده. فالتيشيرت ده بيقول انه في مهارات اتصالات يا مفقوده يا موجوده. في قاعده انا بحب ابني عليها انواع الشخصيات، او لما بنيجي نشرح او نتكلم عن الشخصيات، قاعده بتقول ايه، الناس بتتداوى لما بيتسمعوا كويس وبيتفهموا كويس. انا ممكن تبقي صاحبتي واقعد اكلمك كل يوم ساعات، اقعد اشتكي لك، وانت تحاولي تدوري لي على حلول. اوقات بيبقى الحل انك بس تسمعيني واحس انك فاهميني، هو ده 70% من حل المشكله. فالانياجرام من مميزاته ان هو بيعمل ايه، بيورينا بوضوح انا مين، وده الاهم عندي في مدرستي، ان انا بحب اعرف انا مين، مش فارق معايا الشخص الاخر قوي، واعرف الشخص الاخر، فبالتالي نبقى عندنا رحمه ببعض، عندنا رأفه ببعض، لان كل واحد فينا عنده صراع داخلي جوه نفسه. اوكي. ف على الشاشه دلوقتي 9 انماط. الـ9 انماط انا مين، احنا المره اللي فاتت قلناهم، هنقول تلخيص وبعدين هنمشي على واحد واحد، وهنتكلم على حاجه مهمه قوي اللي هي الاحتياج القهري. يعني يا رضوى لو انا وانت عايشين في بيت واحد وانا احتياجي اللي في الدي ان اي بتاعي اللي انا مولوده بيه مش ملبى، انا طول الوقت هبقى مش كويسه، وهبقى عندي معاكي مشاكل، وهبقى مش فاهماني، انت مش فاهماني وانا مش فاهماكي، ويحصل سوء التواصل اللي بيحصل بينا في البيوت وفي الاشغال والكلام ده. فاول شخصيه هي شخصيه المصلح، وقلنا المره اللي فاتت المصلح اللي هو بتاع الصح والغلط، بتاع لازم يبقى في قاعده ونمشي عليها كلنا، اللي هو شويه بيبقى عملي، اللي هو اوقات بيبقى صلب. خلينا واحنا بنقول واحنا بنشرح كل شخصيه انا هقول الحلو قوي فيها والوحش قوي فيها، وهفكر الساده المشاهدين ان احنا قلنا المره اللي فاتت انه انا نوع من 9 ولكن فيا صفات كتير من 9. أوكي. عشان ما حدش يتلخبط يقول انا كل دول، لا احنا كل دول بس في واحده هي السائده عليا هي الغالب. فالنوع الاول هو النوع المصلح اللي عايز كل حاجه صح، اللي عايز طول الوقت يصلح نفسه عشان يبقى بيرفكت، يبقى كامل، ويصلح الاخر الناس ويصلح الاشياء. وقلنا عليه المره اللي فاتت ان انا طول الوقت عايزه اشوف التابلو محطوط كويس، لبسي مهندم، لازم كل حاجه تبقى على الشعر. اوكي. الناس دي جميله جدا، لان الناس دي مهمه قوي في حياتنا، ولكن مشكلتهم ان هم ساعات بيبقى عندهم صلابه، يعني بيبقى حاد، عامل زي القاضي، زي المدرس، زي الصوره ما احنا مطلعينها كده، هو حد واقف ليه وقفه معينه، ليه مشيه معينه، ليه طريقه كلام، حتى البادي لانجوج وهو بيتكلم بيتكلم كده بايديه وكذا، وعايز كل حاجه في الميعاد ولازم يجوا في مواعيدهم ان سو. فالنوع ده عنده احتياج واحد بس البهوله. ايه هو الاحتياج ده؟ ان انا محتاجه اكون كامله، او المحتاج ان انا اكون صح.
طول ما انا على طول عندي صوت في ودني، لو انا النوع الاول عندي صوت في ودني وانا مثلا في انترفيو زي ده، ابقى الصوت اللي غالب عليا انا صح ولا غلط، انا بيرفكت ولا مش بيرفكت، انا هايله ولا مش هايله، انا ممكن ما اعملش البرنامج بسبب انه انا مش حاسه لسه ان انا بيرفكت. لما ابقى بيرفكت هطلع معاكي. فده النوع الاول. الثاني النوع الثاني الجميل، قلنا المساعد الكريم الصدوق اللي على طول عنده تضحيات وايثار، محبوب وحبوب، يحب الناس ويحب اللمه ويحب العزايم. النوع ده نوع انا قلت عليه المره اللي فاتت the sweetest، يعني الطف نوع يمكن في التسع انواع، مفيش نوع احسن من نوع، ولكن هي وجهه نظر مختلفه. فالنوع الثاني على جماله وعلى كذا وعلى انه عنده ايثار وتضحيه، الى انه هو عنده احتياج قهري جواه انه انا محتاجه احس انك محتاجاني، محتاجه احس ان انا محبوبه. فلو انا في علاقه وشايفه انه الطرف الثاني ما بقاش محتاجني زي الاول، ولادي كبروا وخلاص ما بقوش معتمدين عليا زي الاول، والنوع ده مشاكله انه بيخلق شريك اعتمادي او طفل اعتمادي او زميل في الشغل اعتمادي، لان هو عايز يعمل كل حاجه، انت ليه هتعملي ده انا هعمله لك، انت ليه هتقومي مش عارفه تشتغلي دي انا هعملها لك. دول بيتعبوا قوي جامد، يعني بيتعبوا جامد قوي قصدي، وبيقطعوا نفسهم وفي الاخر لما بيقعوا في مشكله ما بيكسفوا، عندهم كبر انه يقول انا حاسس بايه، فبيبقوا حرام بيكبتوا في نفسهم قوي. اوكي، وكمان ازاي انت ما تحسيش بيا، انا مش المفروض اقول لك، انت المفروض تحسي بيا زي ما انا حاسه بيكي، لان فعلا النوع ده بيحس بيكي من قبل ما تتكلمي، هم عندهم انتنة كده اريال بيلقط بسرعه مشكلتك فين، ويبقى حاسس وحاسس مشكلتك اكتر منك انت شخصيا. ثلاثه النوع الثالث النوع الناجح المنجز نمبر 1، انا لازم ابقى ذا بيست، لازم ابقى الافضل، لازم ابقى الاحسن طول الوقت، انا محتاجه اتشاف، انا جذابه جدا، عمليه جدا، نفعيه. يعني ايه نفعيه؟ نفعيه بمعنى حته وحشه دي نفعيه بمعنى ان انا ممكن استخدم زمايلي عشان اوصل للهدف بتاعي او التارجت بتاعي، استخدم عيلتي مصلحتي عشان شويه يعني هي عينه على النجاح، هو بتاع نجاح وبتاع انجاز، فايا كان هيدفع عشان يوصل للنجاح ده، ممكن اخسر ناس، ممكن ادوس على ناس، ممكن وصولي انتهازي، ده الوحش قوي بتاع ثري. ولكن هو مثل اعلى، قدوه للناس اللي حواليه، ناجح ويعرف يشوف النجاح في الاخر ويساعده على ده. اربعه طيب الاحتياج بتاعه ايه؟ انه يبقى ناجح طول الوقت. انا زي ما قلت لك المره اللي فاتت انت ما تشكريش فيا، انت شكري في انجازاتي في اعمالي، لانه انا هو اعمالي، انا هو اللي انا بعمله، او انا انجازاتي اللي انا عملتها في حياتي، فعنده احتياج النجاح. فلو انا متجوزه واحد نوع ثالث وانا طول الوقت مثلا فشل في مشروع وطول الوقت اقعد اقول له يا فاشل انت ازاي مش عارفه ايه، انت سقطتنا، انت مش عارفه ايه، انت رجعتنا، خدنا قرض والقرض راح بسببك، انت بتكسري فيه، هو بيحب يحس بالتسقيف طول الوقت وتشجعيه وتعمل يطلع احسن ما عنده. النوع الرابع المتفرد السبيشال، المنفرد من نوعه، هو حاسس كده. اوكي، الفنان الحساس مودي، عنده تقلب في المود، ساعات بيبقوا متغطرسين الناس ما تزعلش مني، عندهم حس فني رهيب، اغلب الفنانين بيبقوا النوع الرابع زي شكسبير مثلا، نجيب محفوظ، الناس اللي بتعرف توصف الاحاسيس، تبقي بتقري الكتاب وانت كانك شايفه مشهد قدامك، دول النوع الرابع. مشاكلهم ان هم دراما كوين، بيحبوا يلبسوا اسود كده زي بيحبوا انه لو عندي مشكله العالم كله يتوقف عشان مشكلتي. اوكي، الاحتياج بتاعهم ان انا طول الوقت احس ان انا سبيشال، انا منفرده بنفسي، انا مفيش زيي. والمنفرد بنفسه ده برضو لو انا عندي طفلين وبعامل واحد على انه عادي، كل حاجه عادي، ممكن يعني بجد انت بتحبطيه، لان هو بالنسبه له الحاجه العاديه دي حاجه ممله ومميته، هو لازم طول الوقت يبقى مختلف. اوكي طب وقفين وقفين
انت تايب نمبر كام بقى؟ مش هقول لك والله دلوقتي. نفسي اعرف. خليها طب غير في فاصل اسالك في الفاصل. تعالي نطلع فاصل. هم في التسعه اكيد. نطلع اكيد اما انا هنطلع فاصل مشاهدتي عزيزات هنطلع فاصل ورانيا لسه معايا نكمل التسع شخصيات او التسع انماط نعرف ازاي نتعامل مع نفسنا ونتعامل كمان مع في ايه انا بقطع عليه مع الاخرين. خليكم معانا وهي مو بس. وما زال معانا رانيا بديع وهنكمل التسع شخصيات او التسع انماط نتعرف على نفسنا ونتعرف على الاخرين. ناخد نمره خمسة. النوع الخامس هو الملاحظ المفكر اللي اغلب الوقت يحب يبقى مع الكتاب بتاعه مع اللابتوب بتاعه، ما يحبش الناس قوي، مش اجتماعي قوي، عنده احتياج واحد بس هو الاحتياج للمعلومات. عشان كده هو فضولي، يعني يقعد في اي قاعده عايز يعرف عني كل حاجه، بس ما تعرفيش انت عنه حاجه. شويه بيقولوا عليه بخيل، بخيل في الوقت، في العلم، بخيل في الطاقه بتاعته، حاسس انه حاجته يا دوبك تكفيه، فهو ما عندوش استعداد يدي للي قدامه. بخيل ولا كتوم؟ لا بخيل. بخيل. بخيل شويه. أوكي. طبعا مش كل مشاعر. مشاعر. مشاعر، علم، وقت، يعني حاسس ان طول الوقت اللي عندي يا دوبك يكفيني، وانه في فقر هيوشك انه يجي عليا، فقر بقى في اي حاجه. فعايزه معلومه ما تذاكري انت، اتعلمي انت. عايزه وقت ما عنديش وقت، انا وقت يا دوبك لنفسي. عايزه حب ما بعرفش. فمشكله يعني في العلاقات فعلا بيعمل مشاكل. وده تتعامل معاه ازاي؟ تحترمي الحدود بتاعته والبرايفسي الخصوصيه بتاعته لان هو ده اللي هو محتاجه. ولكن في انواع منهم بتحب الناس شويه اجتماعيه شويه، هم يفتقروا للذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي. العاطفي؟ اه. هذا هما دول بقى اللي موجودين دلوقتي. دول مطلعين عينين. يا حرام مطلعين عينين البنات. نمره ستة. نمره ستة الوفي الداعم الملتزم قوي اللي تحطي له خطه يمشي عليها بالظبط. حريص بس مش حريص في الفلوس، حريص في اي قرار، حريص في اي خطوه ياخدها، لان الخوف هو اللي بيبقى مسيطر عليه او متملك كل حياته. ستة وانت معاه انت تحسي بالامان لان هو ما عندوش اي مفاجآت، ما بيحبش ياخد مخاطر، هو كل حاجه نمشي جنب الحيطه، وما كانش جنب الحيطه نبقى جوه الحيطه. الاحتياج الوحيد بتاعه القهري الاحتياج للامان، للاحساس بالامان. فانا مش هطلع معاك الانترفيو ده غير وانا حاسه بالامان، مش هاخد الشغلانه دي غير وانا حاسه بالامان. اي حاجه هتوفر لي امان انا هروح لها على طول لو انا النوع السادس. فبالتالي الست هنا لازم توفر، لو كان راجل توفر له الامان. بالظبط كده، والعكس صحيح. ولو هي النوع السادس ما هو ما ينفعش مثلا يبقى بيطير وبيعمل مشروعات ومش عارفه بيعمل ايه وبيتضرب في البورصه، هي بالنسبه لها ده انت بتهز الامان اللي جوايا، بتهز الثبات النفسي خطر. اللي جوايا. ف عشان كده احنا التسعة مش شخصيتي خالص. نمرة سبعة. اوكي. نمرة سبعة اللي هو المتحمس المحب للحياة اللي يحب كل الخبرات الجديدة، يتعرف على ناس جديدة، يتنطط، يسافر، الناس الظريفة المضحكة الجميلة. بس عندهم شوية مشاكل. مشكلة منهم الإنكار، انه يفضل ينكر 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 ان في مشكلة لحد ما يلاقي ابنه مثلا مدمن، تفضل الأم تقول له انا شكة، انا حاسة، انا كذا، لا 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 لا. ليه؟ لان هو عنده احتياج ان هو يتجنب كل ما هو نيجاتيف او كل ما هو سلبي، يتجنب الحرمان او يتجنب التعب النفسي او الجسدي. فبالنسبه له انه يعرف ان ابنه مدمن مثلا او ابنه عنده مشكله مش عايز يعرف ده، هو على طول عايز يبص نص الكوبايه المليان ويرفض تماما انك تدخليه في مشاكل وعندي مشكله وبعيط، لا 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 ما بحبش الكلام ده خالص. 8. النوع الثامن هو المدير المتحدي اللي عنده جاذبيه، عنده كاريزما، يبقى في اي مكان عنده حضور، الناس تتلم حواليه من غير ما يعمل حاجه، هو طبيعته كده. دول بطبيعتهم قاده، دول يقودوا. مشاكلهم في العنف، في اللسان الطويل. انا كاتبه هنا الباب بيفوت جمل، يا تمشي على مزاجي يا الباب بيفوت جمل. اللي انا بقوله هو اللي هيمشي. يحب قوي يسيطر على الناس وعلى البيئه اللي حواليه، يعني مثلا التكييف مش مناسب ليا، مش عارفه ايه ايه، لازم النوع الثامن يبقى قاعد هو مسيطر على كل اللي حواليه. تعامل معاه ازاي؟
التعامل معاه هو غلبان، يعني بصرف النظر هو غلبان، لان هو الاحتياج بتاعه الاحتياج انه يبقى ضد، او الاحتياج انه يحمي نفسه. فيعمل ايه؟ اتغدى بيكي قبل ما تتعشي بيا. فهو يروح هاجم عليكي لان هو طول الوقت حاسس ان عارفه الشريط المخالف، انت تقولي يمين لا انا لازم اقول شمال، مش عارف لا لازم اعترض. هم كده، هم طبيعتهم كده. اوكي، النوع 9 نتعامل معاهم ازاي لو حد عندها؟ نتعامل معاهم ازاي؟ هم يحترموا قوي القوه، ما يحبوش الضعف لا في نفسهم ولا في الاخر. يحبوا قوي انه يحترموا الشخص اللي قدامهم، يعني ما ينفعش الشخص اللي قدامه مثلا يبقى بكاء على طول، سلبي على طول، حاسس بدور الضحيه. بالنسبه لهم النوع الثامن يفرمه، ولكن هو يحترم القوه. فلما تبقي قويه قدامه هو بيحترمك، بس ما تبقيش عنيده قدامه. في فرق، يعني احترم دماغه، احترم ان ليه طبيعه خاصه، ان هو التامن مش سهل التعامل معاه، ولكن ما بقاش ضعيفه مكسوره مش عارفه ايه جنبه، لا مش هنمشي. تمام، تاسع. النوع التاسع هو صانع السلام. دول ناس جميله قوي، دول ناس يحبوا. انتوا بتحاربوا ليه؟ انتوا بتتخانقوا ليه؟ لو انا واخواتي عندنا ميراث خدوه، مش عايزه حقي. هم ناس عايزه تتم تعيش في سلام. الاحتياج بتاعهم عندهم برضو انكار زي النوع السابع، انه هو ينكر ان في مشكله بيني وبينك بسبب انه انا مش عايزه يبقى في صراع، لان انا عندي احتياج واحد هو ان انا اتجنب الصراع واسعى للسلام طول الوقت. فانا عايز طول الوقت الحياه تبقى بامبي، فانا ما اتبسطش قوي لحسن المركب تتهز، ما ازعلش قوي لحسن المركب تتهز. فانا طول الوقت عايزه امشي في السيف سايد، ماشيه بالمسطره كده، احنا نعيش حياتنا في ببساطه في سلام. طيب دول التسع انماط او شخصيات، وازاي نتعامل معاهم في نفس الوقت لو دي مش شخصيات؟ التضارب بقى بيجي فين؟ بمعنى يعني لو انا نمره مثلا 8، ما اقدرش اخد نفس نمط الشخصيه بتاع 8 في الجواز مثلا. بصي الانياجرام الشخصيه، انا 8 ممكن ابقى وحشه جدا وممكن ابقى حلوه جدا حسب درجه النضج والوعي بتاعي. فلو انا 8 وحشه وانتي اي رقم 2 وحش، احنا الاثنين هنخلص على بعض. لكن طول ما الواحد، عشان كده بنقول الانياجرام بيساعد على الرقي الروحي، على الوعي. فلما ببقى واعيه بنفسي وعارفه مشاكلي وعارفه مشاكل اللي قدامي، التواصل بيبقى احسن. ولكن مثلا لو انتي عايزه تدخلي في الحته دي، 8 بينجذب لاثنين مثلا، اوكي 8 بينجذب لتسعة، دي حلقه ممكن نقعد نتكلم فيها براحتنا. ليه؟ لان تسعة صانع السلام، مش عايز وجع دماغ، حاضر بتاع، و8 ليدر، قائد، مش عايز تمشوا عليا على كلامي، يا اما تطلعوا بره. ف8 و9 بيعملوا تناغم كويس، هارموني مع بعض كويسه، اوكي. بس من غير ما 9 يبقى ليه الحيله وعامل وكلام ده. تنورتينا النهارده يا رانيا، بس عايزه اطلب منك طلب، او يعني خليني اسالك، لو حد عايز يعمل الاختبار ده لنفسه او لحد، هل ينفع يخش عندك على البيج يسالك؟ اه طبعا، اهلا وسهلا. ممكن اعرف اسم البيج؟ البيج رانيا بديع بالعربي وبالانجلش مكتوبه رانيا بديع. اه رانيا بديع. وساعتها يقدر يتواصلوا معاكي، يفهموا نفسهم واللي يفهموا الاخرين اللي حابب. طبعا طيب كام نمره كام؟ ابعت له الاختبار وكمان يبعت لي النتيجه وارجع اقول له هو النوع ايه، وادي له هنت كمان كده معلومه يعمل ايه. نورتينا النهارده يا رانيا، ميرسي ليكي، ميرسي ان انت عرفتينا على 9 انماط من الشخصيات. اعتقد انه يعني انا شخصيا كردوانه بسمعها ساعات بتلخبط، ساعات بقول لا دي شخصيتي، لا دي شخصيتي، لا دي شخصيتي، لحد ما لقيت نقط كتير قوي في تايب معين، فقلت اه هو ده انا التايب ده. طبعا انا مش هقول انا ايه التايب ولا هقول هي ايه التايب، انا عرفت خلاص سمعتها، انا مش هقول. لكن مهم قوي ان انا اتعرف على نفسي، كمان مهم ان انا اتعرف على الاخرين. ليه ده مهم؟ لانه رانيا وغيرها من الناس اللي مسؤوله عن العلاقات، اخصائيين، لايف كوتشز، كابل ثيرابيست، مش عارفه ايه كل الحاجات دي، بيقولوا انه في مشكله بتحصل بتبقى سبب فشل من العلاقات.
مش شرط كل اللي انا محتاجاه يبقى صح، او مش شرط كل اللي انا ابقى عايزاه يبقى صح، لانه في بني ادم قدامي تايب تاني، عنده احتياجات تانية، عنده دماغ تانية، عنده تفكير تاني. فبالتالي انا كمان زي ما انا عايزة هو كمان عايز، وزي ما هو عايز انا كمان عايزة. فمهم ان انا اعرف انا عايزة ايه، واعرف ادي ايه، واعرف هو عايز ايه، وياخد مني ايه، ويديني كمان ايه. عشان كده احنا ناقشنا ده في الفقرة دي. نورتينا رنون، ميرسي قوي. مشاهداتي اعزائي وبناتي الحبيبات، فاصل قصير جدا نرجع لكم من هنا وبس.